اليوم الثامن في الإضراب عن الطعام. الإخوان ديالنا كيموتوا ومن خلال من خلال المنابر الحرة كنناشدوا جميع المؤسسات التي يمكنها التدخل فأنها تلقى حل في المطالب المشروعة لهاد الناس. الناس ما بغاو والو، بغاو فقط أنهم ياخذوا الفرصة اللي تخادت منهم، الحلم اللي كسروه ليهم. ناس اللي فريمون أكفاء، ومن غدا نعاودوا الامتحان، من غدا نديروا الشفوي، ما عندناش مشكل. ولكن كولاد الشعب، كناس اللي ما يتمش التجاوز ديالنا بهذه الطريقة اليوم، رغم ان مطالبنا واحلامنا كبيره، الا ان 15 روح 15 مضرب ومضربه عن الطعام اليوم راه كيشكلوا اكبر من ذلك، كيشكلوا لنا خوتنا كيموتوا، ما فهمتش واش الودنين ديال هاد الناس مازال ما استوعبوش بان غدا ممكن نهزوا واحد منهم نهزوه في المحمل ونديوه للروضه. راه ما يمكنش واحد يموت فقط لانه كيطالب انه يدوز امتحان في ظروف ملائمه. اليوم الثامن في الاضراب عن الطعام، والخطوره على الصحه ديالتهم كتزاد يوما بعد يوم. وانا الخوف ديالي هو ان هاد من بعد ما محكمه النقد قالت لنا ضربوا رؤوسكم الحيط، من بعد ما ولينا كنحسبوا يوم على يوم كيتزادوا المتواطئين في هذا الملف، تنقولوا الجهات الحكوميه الناس اللي باقي ممكن انهم يفتحوا قنوات الحوار من اجل التوصل لحل ممكن لهاد الوليدات ما غاديش يموتوا به، وهاد البنات ما غاديش يموتوا. فياريت زعما انا مع مي حاليا ان شاء الله غادي نديروا واحد الوقفه تضامنا نهار الحد مع 4 ديال العشيه، وقفه تضامنيه مع الاخوان ديالنا اللي من خلالها غادي نعاودوا نقولوا واكواك عباد الله، راه خوتنا كيموتوا. عباد الله حاولوا انكم تلتفتوا لهاد الجهات، حاولوا تلتفتوا لشنو واقع، راه عباد الله كيموتوا، راه وجدنا لهم الكفانه عباد الله، واش بغيتوهم يموتوا؟ الحاله كارثيه. تنقول لك اليوم الثامن في الاضراب عن الطعام، سافودير يقتربون كل يوم خطوه الى القبور، يوم مور يوم تيبان لك راه غادي للقبر. راه الى صورتهم غادي يبانوا لكم الدراري اللي كان كيوزن 50 كيلو راه طاحت منه 10 كيلو. راه ما يمكنش، راه عباد الله الامعاء فارغه منذ 8 ايام، بنادم راه تيضرب غير يومين ديال الصيام تيطيحوا منه 2 كيلو. هادو راه ما تيفطروا، ما تيحطوا موائد كده، راه 8 ايام بدون اكل مستمره. حاليا تنحاولوا اننا نوصلوا الصوت ديالنا للجهات اللي ممكن انها تحل معنا، دير لنا حلول. حنا ما بغيناش نخسروا خيرات الشباب، عرفتي شحال خاسر عليهم الدولة هاد الشباب؟ عرفتي واحد عندهم ليسونس وماستر، عرفتي شحال خسروا عليه من غير والديه؟ الدولة شحال انفيستات فيه باش تجي نتايا بين ليلة وضحاها تضرب عرض الحائط؟ هاد الشيء اللي وصلوا له الشباب، هاد الشيء اللي وصلت له الدولة، عرفتي شحال انفيستات فينا حنايا الدولة، شحال خسرت علينا؟ راه خسرت علينا بزاف ديال الفلوس، وعلاش؟ باش نخدموا الوطن، وحنايا اليوم تنقول لكم باغي نخدموا الوطن. فازي حلوا لينا ما هو ممكن فاننا نجيو نخدموا هذا الوطن. حنا راه مغاربه حتى النخاع، مغاربه حتى البكاء، حنا راه مغاربه حتى الموت، راه حتى الموت. وكنأكدوا لكم باننا راه الا بغيتوا هذا الشيء يتسد، راه كونوا على يقين بانه في حالات ما وصلناش الحل وخوتنا اقتنعوا بانهم حل منطقي لخوتنا، يقتنعوا انهم يخرجوا من هذه الحاله، فكون على اكيد باننا سنلتحق بهم. ونحن نستعد اليوم للاضراب عن في الخوض الاضراب عن الطعام، غادي ندخلوا مع خوتنا وغادي نموتوا معاهم، وغادي نتهزوا جثه هامده. هذه الكمشه كلها اللي حسبها السيد الوزير، الكمشه كلها ستؤخذ الى القبور وستسمى مقبره الشهداء، مقبره ضحايا الامتحان المحاماه، مقبره من تعرضوا الى الفساد والظلم. السلام عليكم. اليوم كما عينتم ان الاضراب المفتوح عن الطعام والاعتصام ديال الطلبة المصابين لازال مستمرا، وصل اليوم 8 على التوالي أمام الحالة الصحية والنفسية الكارثية في صفوف المصابين والعياء والإنهاك البادئ لهم. احنا يعني كلجنة وطنية لضحايا امتحان المحاماة كنا دائما ننادي ونطالب الرفاق ديالنا بالعدول على الإضراب عن الطعام،
وانه كنحاولوا نوصلوا لهم اننا الا وقفنا هذا الاضراب عن الطعام راه مستمرون، غنستمروا في معتصم، غنستمروا في وقفات احتجاجيه، كما اننا حنا كلجنه وطنيه فقط ندعو للوقفات الاحتجاجيه والاعتصامات، لم ندعو للاضراب عن الطعام. كما انه يوم الاحد ان شاء الله القادم على الساعه الرابعه ان شاء الله غادي نقوموا بوقفه احتجاجيه وطنيه امام البرلمان، كناشدوا فيها جميع الطلبه المرصبين انهم يجوا يتضامنوا مع رفاقهم اللي كيضحيوا بحياتهم وكيضحوا ماديا ومعنويا ويتضامنوا معهم وينزلوا معهم للميدان، لانه لا يعقل الناس كتموت وناس تتفرج. ليس معقولا كذلك ان الجهات المسؤوله كتشوف الناس كيموتوا ولحد الان لم تقم باي دور، لم تقم باي تفاعل ايجابي. للاسف كنشوفوا انه رغم انه كان تضامن من طرف الهيئات الحقوقيه ومن طرف المجتمع المدني والراي العام، لحد الان ليس هناك حل، بل ان وزير العدل يريد ان يفرض علينا الامر الواقع من خلال تكريس الفساد اللي كان عبر عليه من انه هو خرق القانون. فكيف لوزير العدل ان يخرق القانون يعني ويهضم حقوق ابناء الشعب وينجح وناس مرصبين؟ مادام نجحتي 1281 واحد، دوز هاد الناس كامل يدوزوا الشفوي. انت كتقول انك دوزتيه بطي تحت المعدل القانوني، انت خرقتي القانون، فاذا خلي هاد الناس يدوزوا الشفوي، واذا كان عندهم حتى هما مستوى فاللي عنده راه غادي يدوز، اللي ما عندوش غادي تقصى. ونبينا عليه السلام حنا كاع ما نطالبوش بالمحاسبه ولا بالاعفاء ولا بمجموعه ديال الامور، فقط انه يتنصفوا هاد الناس. هاد الناس كفاءات، هاد الناس عندهم تمكن من الخطاب القانوني والحقوقي. هاد الناس بينوا من خلال هاد المعركة أنهم قادرين على الترافع على القضايا ديال الشعب، وعلى الترافع ديال على القضايا ديال المواطنين، وعلى أنهم عندهم إلمام بالمساطر القانونية والقضائية والترافعية، والتعاطف ديال الشعب كان معاهم لأنهم صادقين، ولأنهم يناضلون بالصدق، ولأنهم لا يطالبون بالريع، لا يطالبون بتوظيف مباشر، يطالبون مصلحتك انت كمواطن، والمصلحة الاخر، والمصلحة ابناء جميع الشعب، فانهم يدوزوا المباريات في ظل تكافؤ الفرص والمساواة، ويكون داك الشيء منصف، ماشي انه اللي عنده الفلوس ولده كيدخل، اللي ما عندوش الفلوس كيتم الاقصاء ديالو. لذلك نناشد الضمائر الحيه انها تتضامن مع هاد الناس، وانها تجسد الوقفات الاحتجاجيه، وكنقولوا ان هذه الخطوه ديال الاضراب عن الطعام حنا كنا ضدها من الاول، لكن الرفاق ديالنا خداوها واحترمنا اختيارهم. لذلك كنقولوا للجهات المسؤوله انكم تدفعون ابناء الشعب للموت وتحملوا مسؤوليتكم، ونحن مستمرون في الاحتجاج، مستمرون في النضال. ربما الاخوان ديالنا كنسعوا بانهم يرفعوا هذا الاضراب عن الطعام، وكنحاولوا ناكدوا عليهم انهم يرفعوا هذا الاضراب عن الطعام حفاظا على سلامتهم، ولكن نقول السيد وزير العدل ونقول لجيوب الفساد بهذه البلاد، نحن مستمرون في نضالنا ضد الفساد وضد المحسوبيه والزبونيه. للأسف الحالة ديال الإخوان حالة مزرية، لا نفسيا ولا صحيا لا بدنيا. بعد سيمانة ديال الإضراب عن الطعام ولات كتبان الأعراض ديالها عليهم، وحنا كنتخوفوا أنها تكون شي أعراض مزمنة على هذا الرفاق ديالنا. لذلك نحن نطالب بالتدخل العاجل ديال الجهات المسؤولة، نطالب بالإنصاف ديال المرصبين، نطالب بأن هذا الشيء خصو ما يعاودش يتكرر، لأننا كنخسروا الآن أرواح ديال شباب من خيرة أبناء هذا الوطن. لذلك نحمل المسؤولية للجهات المتورطة والمتواطئة في هذه القضية، وكنقولوا أنه إلى غلقات الأبواب، إلى غلقات المؤسسات ديال الدولة الأبواب ديالها في أوجهنا ولم تنصفنا، كونوا أكيدين أننا سنذهب إلى أبعد حدود، لأن هذه القضية قضية حياة أو موت، وسنستعمل جميع الوسائل المشروعة قانونيا والتي تكفل لنا الدفاع عن قضيتنا العادلة. وشكرا.